إذا ما عاد ترامب ومعه العصا الغليظة الله يستر سيجلد من؟ الله يستر، مش المدريني بس الله يستر. الله يستر هاي الثلاث أشهر إذا ما يفكر وشلون يتعامل مع أمريكا. هي أوروبا قاعدة دايخة تتفكر، أوروبا أوروبا بعظمتها هاي الدول اللي اقتصادها دايخة بشنو؟ شلون ما دايخة بشنو؟ إذا جاء ترامب منو 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 راح يدعم أوكرانيا؟ اسمح لي أنا فهمك واحدة واحدة. أي أول هاي أوروبا دايخة، إذا جاء ترامب منو راح يدفع لأوكرانيا؟ اليوم اليوم أمريكا تدفع 70-60 مليار لأوكرانيا دعم، بعد أوكرانيا صار سنتين تقاتل الدب الروسي، بمن تقاتله؟ بمن؟ بالفلوس الأمريكية وبالدعم الأوروبي وبالناتو. زين فهد لحظة، عوفك الناتو هاي شيء بسيط، فلوس أمريكا. أي فبالنتيجة إذا جاء ترامب وقف هاي الفلوس، منين يدفعون له؟ منين يدفعون لأوكرانيا؟ دايخين. روسيا بوتين هم دايخ، إذا جاء ترامب وطارب طيارته ونزل بموسكو وقال له تعال شتري هاي المقاطعة أخذها وانسحب من هاي، شيش أقول له؟ أخي جاي رئيس ما يفكر بصورة طبيعية، ما يفكر، يفكر دائما خارج الصندوق، هو ما حد يعرف إيش راح يفكر. بس يا أمريكا نفسها دايخة، حزب الديمقراطي دايخ. اليوم تريد إحنا العراق هذا البلد المنهك اللي الآن ده يحاول يوقف على السياسة لازم ما يدوخ. أصلاً أنا أدعو السياسيين العراقيين يسوون حلقات، السياسيين السياسي خصوصاً الحكام الحاكمين الآن يقعدون بس يقولون إذا أجت رام شنسوي وإذا ما أجت رام شنسوي.